قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أن الجملة المأثورة باللفظ الذي جاء في سؤال السائل سترة المؤمن من سترة الإمام سترة المصلين، هذا جاء حديثا نبويا ولكنه لا يصح من حيث إسناده وإن كان صحيحا متنه، لأن معنى المتن مما جرى عليه عمل المسلمين الأولين ثم من تلاهم. بعد هذا التوضيح وهذا التحرير لهذه الجملة أدخل الآن في صلب الإجابة فأقول إذا كان المقتدي مسبوقا بركعة أو أكثر فلما سلم الإمام وقد كان هو فعلا سترة له قام هو ليتم وليقضي ما سبق به من الركعات، فهنا نقول لا يزال هو آخذا ذلك الحكم الذي يعبر عنه بأن سترة الإمام سترة ما خلفه، هذا فيما يتعلق به كمقتدٍ. ولكن لكي لا يتعرض أحد للمرور بين يديه من الغافلين وخاصة كما يقع في المسجد المكي ثم في المسجد المدني، فيحسن هنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اجتهادا واستنباطا وليس نصا أن يتخذ سترة من جديد، لأن تلك السترة هي حكمية وهي غير مرئية بالنسبة لمن قد يتعرضون لقطع صلاته، فمن أجل أن لا يتعرض أحد لقطع صلاته لابد من وضع واتخاذ سترة مادية مشاهدة ملموسة. هنا لابد من التفصيل، إذا كانت السترة بعيدة عنه على النحو الذي ذكر السائل آنفا بحيث يتطلب منه العمل الكثير، هنا نقول اكتفي بأن تصلي حيث أنت. أما إذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة من قريب ولو سلك إليها بخطوات فلا بأس من ذلك، هذا البحث كله استنباط واجتهاد يقبل المناقشة ويقبل المخالفة، لكن الذي نراه هكذا بإيجاز إذا كانت السترة بعيدة عنه تتطلب منه مشيا كثيرا فيصلي حيث هو، وإذا كان بإمكانه أن يتخذ سترة قريبة منه فيمشي إليها بخطوات، والفارق بين هذا وذاك أو بين هذا الذي نراه من الخطوات وتلك التي نراها من الخطوات الكثيرة هو أنه إذا رؤي وهو يمشي قيل هذا لا يصلي، فإذا كانت خطوات كثيرة يكون حكمه أنه لا ينبغي أن يفعل، وإذا كانت خطوات قليلة فليفعل ذلك في سبيل تحقيق تلك المصلحة، هي دفع المفسدة التي قد يتعرض لها هذا المصلي. هذا جوابي عن هذا السؤال. الآن أعود لألفت النظر إلى مسألة تتعلق بالعقيقة. تفضل. نعم. إذا مشى خطوات كثيرة. أنا قلت آنفا الخطوات الكثيرة
لماذا نحن أوصينا بتجنبها؟ لأنه عمل كثير، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في العمل الذي يبطل الصلاة. فمن قائل بأنه ثلاث حركات تبطل الصلاة، ومن قائل بأن ذلك لا يمكن تحديده بحركات، وإنما التحديد بنوعية العمل. فإذا كان العمل الذي يأتي به المصلي يشعر الرائي والناظر إليه لأنه ليس في صلاة، فهذا العمل هو الذي يبطل الصلاة، وما دون ذلك فلا. أذكر أن بعضهم ضرب مثلا طريفا وجميلا ونادر الوقوع بالنسبة للمصلي، لكن المقصود فيه تجلية المسألة العمل الكثير. قال لو رؤية أحد وهو يصلي ويخيط زر أو فتق في ثوب أو ما شابه ذلك، فالذي يراه ماذا يقول فيه؟ هو في صلاة؟ ما يقول فيه في صلاة. إذن هذا النوع من العمل يبطل الصلاة. وأنا الآن أضرب مثالا في صلب المثال السابق وهي الخطوات. إذا رأينا إنسانا كان في صلاة ومسبوقا كما جاء في السؤال والجواب، يمشي المشية العسكرية، أنا هكذا أمثل الآن، من يقول أن هذا يصلي؟ لا أحد. إذن هذا عمل يبطل صلاته. ننزل قليلا من هذه الصورة إلى صورة أبعد عنها، يمكن أن تكون من المتشابهات، يعني يمكن أن يقال عنها تبطل الصلاة، ويمكن أنها أن يقال عنها لا تبطل الصلاة. يمشي هو ليس مشي العسكرية النظامية، لكن يمشي بسرعة، من له يقول أنه هذا في صلاة؟ وهكذا تتعدد الأمثلة وتتعدد الصور حينما نأتي إلى صورة من المشي يخرج عن أن يقال فيه إنه ليس في صلاة، فهذا يقال لجواز هذا المشي في سبيل تحقيق تلك المصلحة التي أشرنا إليها. هذا تقريبا توضيح ما سألت عنه، لكن الآن يخطر في البال شيء، وهو أن المسلم يجب أن يكون ليس فقط فقيها، وهذا لابد منه، بل يجب أن يكون أيضا حكيما في دعوته وفي فقهه، اقتداء منه بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال لعائشة حينما أرادت أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيه ركعتين اقتداء بنبيها وبزوجها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، مش بابين عاليين كما هو اليوم، باب واحد عالي لا يدخل إلى الكعبة منه إلا من لا يليق أن يدخل فيه اليوم. أقول قال عليه السلام ولجعلت له بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. تنظيم سير. نعم تنظيم سير. تنظيم سير ما شاء الله. لكن الرسول ما فعل شيئا من ذلك، لماذا؟ خشي المفسدة التي قد تترتب من وراء هذا التجديد وهذا الإصلاح. نحن الآن كدعاة لاتباع السلف الصالح الذين كانوا على الكتاب والسنة، نحن دعاة إصلاح، فينبغي أن نجمع بين نجمع في دعوتنا بين العلم
والأسلوب الحسن في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. هذه توطئة لأقول إذا كان المسبوق في مسجد طرق أسماء أهله البدع والسنة وقال عليه السلام داخلي وليسوا مذهبيين لا يعرفون هذه الحقائق النبوية، فتقدم ومشى مشيا طويلا لكن ليس ذاك المشي الأول أو الثاني أو الثالث الذي يوهم الناس أنه هذا لا يصلي فليفعل. أما إذا كان في مسجد لا يعرفون شيئا من السنة ويعرفون ثلاث خطوات تبطل الصلاة، بلا شك هو إذا مشي ثلاث خطوات سيثور الناس عليه وستقع مشكلة كان هو في غنى عن إثارتها، فحينئذ لا يثيرها بهذا الإصلاح لصلاته ابتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم في تركه للكعبة على بنيان الجاهلية خشية أن يقع هناك مفسدة في قومه. يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. هذا كلام يا شيخ انه اذا مشى المصلي لا تطلق الصلاه، ولكن لا نطلق هذا الكلام. لا مع هذا التفسير اخر جمله يعني معلش يقيدها، اذا لا نطلق هذا الكلام بالقيد السابق نعم لا يفسد الصلاه. مسلم